أحاول أن أقرأ هذا الخبر العاجل من الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يغادر منزله ويتوجه إلى واشنطن للمثول أمام المحكمة في تهمة محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020. هي إذن تهمة وجهت إلى ترامب، وترامب يغادر منزله الآن مثل ما نشاهد في هذه الصور، وهو يتجه الآن إلى المحكمة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.